كنا بالصف يعني، ولا وقفنا صفوف ما بعرف، apparently انه بين حزب وحزب عم بيمشكلوها. وجهة الإشكالات المتنقلة كانت هذه المرة الأشرفية، وتحديداً حرم كلية العلوم الاجتماعية في الجامعة اليسوعية، حيث شهدت إشكالاً بين طلاب مؤيدين لحزب الله من جهة وآخرين من القوات اللبنانية والكتائب، تطور إلى حد التضارب بالأيدي. ولم يختلف المشهد كثيراً في الحرم الجامعي عن مشهد الشارع، حيث فصل بين الطلاب المتخاصمين عناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، خوفاً من تطور الأمور إلى الأسوأ. أما لماذا وقع الإشكال؟ فتقاسم الطرفان روايتين تحمل كل منهما الآخر المسؤولية. اليوم كان في مندوب الحزب مندوب الحركة عم بصف سيارتهم بقلب الباركينج، إلو شباب من القوات صاروا بدهم يستفزون. نحن بدناش نعمل مشاكل هون بالجامعة، شايفين الوضع كيف هو بالمنطقة، شايفين الاستفزازات اللي عم بتصير، بدناش نعمل مشاكل. نحن من عنا ما عملنا مشاكل، هن صاروا بدهم يهجموا، نحن صرنا نهدي العالم، هذا اللي عملناه، ما صار شيء من عنا. المشكل بلش التنين بالاحرى، يعني هيدا اللي صارت، هي رد على الشيء اللي صار التنين. التنين بفوت شخص كبير بالعمر، عمره 38 سنه تقريبا، بتياب ببدله القوات اللبنانيه، جربوا بس يستوضحوا انه ليه هالشخص فات على الجامعه. هو منه بالجامعه؟ لا هو بالجامعه مسترته، لا بس مش كل العالم بيعرفوه. جربوا يستوضحوا انه ليه فايت بهاللباس وليه هالقد مستنفر، فرد بطريقه كانت كتير بشعه، وانه كانوا يندق بالسياسة قبل، نهار التنين ندق بالدين، ندق بالعمامة اللي هي شي رمز كتير عنا بالدين. بيطلع بعد ما توفى الشيخ أحمد عبد الواحد، بيطلع أحد المسؤولين السابقين للتيار الوطني الحر بيكتب شو كل ما مات كلب بدها تسكر الجامعة. كتبها على الحياة؟ كتبها على الفيسبوك. جينا نحن نحكي اليوم الصبح، ما قصدي كتير منيح، أخذنا حقنا نحن، قلنا للشباب إنه الزلمة ما كان خصوه. وصلنا على الجامعة، كنا نحن قاعدين كلنا بالجامعة متجمعين حوالي بعض، بيقوم بيدفشوا لواحد من الحزب الكتائب حلفائنا وبيقولوا له لقينا بالجامعة، لقينا بالباركينج. بيطلع هو الزلمة راكد، بيركضوا الشباب وراه، ركضنا كلنا، صرنا بنص الهمروجة على أساس عم نهدي، صرنا عم ناكل عصي وزنانير. لا اليوم بشكل استفزازي جايين الشباب من الصبح وحاطين براسهم انه اليوم في معركه، اليوم في واقع معين لازم نفرضه داخل الجامعه. ليش؟ بناء على معطيات ناخذينها، زعلانين يمكن من التحركات اللي عم بتصير بالدول المجاوره او حيالله مطرح، بده يفشوا خلقهم شي مطرح، تكون من شي كانت من هون. من الصبح في مسجز عم توصل للطلاب استفزازيه تحريضيه، من الصبح ناطرين كل شخص تيمرق تيقولوا له نحن اليوم ناطرينكم برا، اليوم فرجونا قوتكم تسكير الطرقات هون بالمناطق. لكن في الجامعه صوت من نوع اخر لا يرى ان هذه المظاهر تعكس صوره حضاريه عن الجامعه والطلاب. بلش اشكال فردي، وبتعرف اللبنانيه كثير قوية، بقى مثلا شيعي بيجي حزب الله كله، مسيحي شو قوات جيعوني بيجي بقى الحزب كله، بيصيروا قبضاير، يعني شعب ما بيفهم، شعب طائفي، وحنضلنا هيك. واستمر تجمع الطلاب المستنفرين اكثر من ساعه، فيما غادر طلاب قاعات التدريس، اما اداره الجامعه ففضلت النائب النفس وترك الامور للقوى الامنيه لحلها، ولم تشأ الحديث للاعلام.